أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد أن الملاك حريصون على الدفع نحو إنجاح مسابقة البحرين للصقور والصيد، مشيدا سموه بالمشاركة الواسعة من قبل الملاك في هذه المسابقة التي ساهمت في إبراز المنافسات وظهورها بالمستوى القوي. وأضاف سموه أن إقامة هذه المسابقة تأتي من منطلق الحرص والاهتمام على دعم الملاك وتشجيع الشباب البحريني والخليجي على ممارسة الرياضات التراثية التي تعكس ما تتمتع به الشعوب الخليجية من هوية عربية أصيلة من خلال تلك الرياضات، مبينا سموه أن تلك الرياضات جزء لا يتجزأ من الموروثات الأصيلة التي دائما ما يفتخر بها أبناء شعوب المنطقة. وقد وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة شكره وتقديره للملاك، مشيدا سموه بالحضور الجماهيري الكبير، مقدرا في الوقت ذاته جهود اللجان العاملة والجهاز الإعلامي التي تصب في مصلحة نجاح هذه المسابقة. هذا واختتمت يوم أمس منافسات الأسبوع الأول من مسابقة البحرين للصقور والصيد بانطلاق أولى منافسات مسابقة الرماية وسباق الخيل العربية الأصيلة. في حين تواصلت منافسات مسابقة الصيد بالصقور بإقامة مسابقة الصقور على كأس سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، ومنافسة مسابقة الصيد بالصقور على كأس سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة، كما وتواصلت منافسات مسابقة كلاب الصيد بإقامة التصفيات التأهيلية لنوع الذكور. وقد شهدت المنافسات حضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وأنجالي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وأنجالي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وأيضا سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من أفراد العائلة المالكة. وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بسباقات الأسبوع الأول من مسابقة الصيد بالصقور وبالسباق التراثي الأول للخيل العربية لمسافة 1000 متر مستقيم. هذا وستقام منافسات الأسبوع الثاني من المسابقة من يوم الخميس وحتى يوم السبت في الفترة ما بين 14 إلى 16 من يناير على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، حيث يشهد يوم الخميس إقامة منافسات الصيد بالصقور، فيما يشهد يوم الجمعة إقامة منافسات الصيد بالصقور، وكذلك يشهد إقامة منافسات سباق السلقان، بينما يشهد يوم السبت إقامة مسابقة الصيد. كما تشهد المنافسات إقامة سباق كلاب الصيد ومسابقة الرماية وسباقات الخيل العربية الأصيلة.